فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن مناسبة قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء هو أن العبد يطلب من الله أن يطهره من الذنوب كما طهره من النجاسة، هل هذا الاستغفار لا يكون إلا من هو يطهر من الذنوب بأي شيء؟ بالمغفرة، يطهر من الذنوب بالمغفرة. فقولك يطهر من الذنوب هذا دليل على أن عنده ذنوب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.